بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه الف مليار مبروك للمنتخب التونسي الفوز على منتخب الجزائر تحت 17 سنه لتصفيات امم افريقيا او بطوله اتحاد شمال افريقيا المصغره اللي بتجمع ما بين مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا. البطوله هتتلعب فين؟ في المغرب. الله، حلو الماتش ده، يعني ماتش ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في المغرب. عايز اقول لك الكبيره بقى، الحكم كان مصري يا صديقي العزيز، كابتن محمود ناجي. بس لازم برضو انك تدي تحيه للفريقين، لعيبه من مواليد 2008 الصراحه عملوا ماتش محترم جدا جدا جدا، سواء المنتخب التونسي او المنتخب الجزائري. ماتش فيه كوره وماتش فيه اساسيات كوره سليمه، سواء استلام وتسلم وتحرك بكوره او تحرك من غير كوره، حاجه محترمه جدا وحاجه رائعه جدا وحاجه مبشره جدا بالنسبه لكره القدم التونسيه او كره القدم الجزائريه. ولكن لازم صديقي العزيز تتكلم على سليم بن عسكر حارس مرمى منتخب تونس، الراجل اللي كان متالق الشوط الاول، اللي منع اهم فرصه الشوط الاول لعاشوري عبد الرحمن او عبد الرحمن عاشوري لاعب المنتخب الجزائري. الراجل اللي عمل ماتش محترم قوي بمهارته الفرديه، قدر يرقص واحد والتاني ويشوط، ولكن تصدى ليه حارس المنتخب التونسي. الشوط الاول ما كانش فيه احداث كتير، كان فيه تالق من حارس منتخب تونس. الشوط الاول منتخب الجزائر كان افضل، منتخب الجزائر كان اشرس، منتخب الجزائر اللي كان نوعا ما بيبين للناس ان انا اقدر اكسب المباراه. ولكن صديقي العزيز، من انت التوانسه بيلعبوا كره قدم تحسسك ان هم يقدروا ان هم يكسبوا او يخسروا. دايما كره القدم التونسيه بتعتمد على المفاجاه وبتعتمد على الالتزام التكتيكي. انت ملتزم تكتيكيا، منضبط تكتيكيا، الفرقه اللي قدامك مش بتخلق فرص عليك كتير، هتقدر ان انت تسجل. وده اللي حصل بالظبط عن طريق اللاعب انس بوسعاده او انس بوسعيدي، بس هو المعلق كان بيقول بوسعاده. انس بوسعاده بيحط الراجل المدافع في ظهره حلوه قوي ويلف ويشوط وتخبط في المدافع وتروح هدف اول للمنتخب التونسي في الدقيقه 44. بعد كده صديقي العزيز الشوط الثاني، طبعا المنتخب التونسي استفاد من افضليه الهدف وقدر ان هو يمسك الجيم، وطبعا المنتخب الجزائري كان لسه عايش الصدمه بتاعه الهدف، والمنتخب التونسي كان بيروح وكان بيضيع. وبصراحه انس البوسعيدي او انس بوسعاده الفرود عمل ماتش محترم جدا جدا جدا، ولكن بعد الطرد بتاع المنتخب التونسي، لاعب منتخب تونس كان عنده انذار، خد انذار تاني رغم ان انس كان بيحاول، كان بيخطف المنتخب، كان بياخد المنتخب الجزائري التونسي لنص ملعب المنتخب الجزائري، وكان بيشكله خطوره على حارس مرمى منتخب الجزائر كمال بن عاشور. ولكن المنتخب التونسي لما حصلت له حركه الطرد في نهايه اللقاء، المنتخب الجزائري كان قادر ان هو يروح على مرمى سليم بن عاشور، ولكن هنا في انقاذ عالمي عالمي وعظيم من لاعب المنتخب التونسي. هتقول يعني ايه لاعب المنتخب التونسي؟ اسمه ايه؟ للاسف الشديد يعني الاتحاد التونسي كره القدم مش منزل لنا التشكيله عكس الاتحاد الجزائري. الاتحاد الجزائري على الاقل منزل التشكيله بتاع الفريق بتاع تحت 17 سنه، لكن الاتحاد التونسي مش منزل حاجه، وللاسف الشديد كان كل الاعتماد على معلق اللقاء. وللاسف الشديد حتى ما كانش فيه اعداد داخل اللقاء، يعني انت عارف الماتشات بتاعت اتحاد شمال افريقيا بتتصور بكاميرتين لان هم كده كده اصلا بيذوعوا على يوتيوب. لكن في كل حال من الاحوال، عاش بالنسبه للمدافع، ده انقاذ الجيم، انقاذ اللقاء. وفي الدقيقه 93 العرض حبت المنتخب التونسي ورفضت عوده المنتخب الجزائري عشان منتخب تونس يفوز باول مباراه ليه في التصفيات. في التصفيات دي، التصفيات اللي هتنتهي يوم 25، الجوله الثانيه هتبدا يوم 14، الثالثه هتبدا 17، الرابعه هتبدا يوم 20، والاخيره تقريبا هتنتهي يوم 23 او يوم 25. المهم ان هم خمس جولات، في منتخب دايما باي، يعني كل فرقه هتلعب باربع ماتشات، خمس منتخبات، في فرقه دايما مريحه، بتتكلم على مصر والمغرب والجزائر وتونس ومنتخب الليبي. اللي مريح الجوله دي المنتخب الليبي. اول جوله الباي فيها منتخب ليبيا، الماتش الاول تونس والجزائر، تونس كسبت. الماتش الثاني هيكون بعد ساعه تقريبا ما بين مصر والمغرب. مباراه حلوه، مباراه محترمه، مواهب رائعه، مواهب نتمنى العنايه بيها، وان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم، سواء بالنسبه للمنتخب التونسي او حتى بالنسبه للمنتخب الجزائري. مباراه حلوه.